أهلا بكم مرة تانية في حل أسئلة امتحانات الكمبيوتر للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني. قررنا إن شاء الله إن احنا نحل أكبر عدد ممكن من المحافظات لطلابنا طلاب الصف الثالث الإعدادي في مادة الكمبيوتر، والأسئلة بتتكرر في بعض المحافظات، يعني كل ما تحل محافظات أكتر هتلاقي نفسك بتعرف إجابات الأسئلة وبتتكرر معاك، فتابع معانا إن شاء الله هنحاول نحل أكبر عدد ممكن من الأسئلة، وهنبدأ بمحافظة الدقهلية. السؤال الأول بيقول: اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. الإجراء صب قد يكون له معامل واحد أو أكثر من معامل أو لا يأخذ أي معاملات. الإجراء صب ممكن منحطلوش معاملات خالص، وممكن نحطله معامل أو أكتر مش مشكلة، وبالتالي الإجابة بتاعتنا هتكون كل ما سبق. في جملة for next يكون مقدار الزيادة بالسالب إذا كان قيمة البداية للعداد أكيد طبعا أكبر من قيمة النهاية، يعني هيبقى تنازلي، وبالتالي هننقص كل مرة القيمة بتاعته فيبقى الزيادة بالسالب. في السؤال الثالث بيقول: في جملة if then else إذا كان ناتج التعبير الشرطي false يتم تنفيذ الجمل التي تلي else، لأن لو ناتج التعبير الشرطي true هينفذ الكود اللي بعد then، أما لما يكون الناتج التعبير الشرطي false فينفذ التعبير اللي بعد else. السؤال الرابع: أماكن تخزينية محجوزة بذاكرة الكمبيوتر ولها نوع بيان وتتغير قيمتها أثناء سير البرنامج. دي أكيد طبعا متغيرات، لما قال لك هتتغير قيمتها أثناء سير البرنامج. على فكرة الثوابت والمتغيرات الاتنين نفس التعريف بالظبط مع اختلاف آخر جملة، يعني لو قال لك تتغير قيمتها يبقى المتغيرات، لو قال لك لا تتغير قيمتها يبقى الثوابت. السؤال الخامس بيقول: يتم الإعلان عن الإجراء صب أو الدالة function، أكيد بنعلن عنهم مرة واحدة بس، لكن بنستدعيهم أكتر من مرة، وده الهدف من الإجراءات اللي هي عبارة عن صب وfunction، الاتنين بنستدعيهم أكتر من مرة لكن بنعلن عنهم مرة واحدة. وتعريف الإجراء هي مجموعة من الأوامر والتعليمات تحت اسم معين يتم استدعاءها أكثر من مرة. اكتب المصطلح العلمي الدالة على العبارة التالية: ثابت حرف يتم استخدامه في إنشاء سطر جديد، ده اللي هو الكلمة VBCRLF، بنستخدمها في الكود لما نكون عايزين نطبع في سطر جديد. السؤال الثاني هو جزء من كود البرنامج ناتجه صواب إما ترو أو خطأ فولس، وذلك بناء على قيمة متغير أو خاصية، ده تعريف التعبير الشرطي اللي هو الكونديشنال إكسبريشن، هو كود من البرنامج له ناتج إما ترو أو فولس. السؤال الثالث: تستخدم في الطرف الأيمن من جملة التخصيص ولا يخصص لها قيمة، ديت الفانكشن. احنا عندنا المتغير اللي هو الفاريبل ممكن يبقى على شمال اليساوي أو على يمينها في جملة التخصيص، والثابت بيبقى موجود على الشمال فقط، أما اللي على اليمين فقط هو الفانكشن، والصب لا تستخدم في جملة التخصيص. السؤال الثاني: أكمل العبارات التالية: تستخدم نقط للإعلان عن الثوابت في البرنامج. كلمة كونست يا جماعة بنستخدمها للإعلان عن الثوابت، أما كلمة ديم فبنستخدمها للإعلان عن المتغيرات. 2 لتخزين القيمة ترو أو فولس: نستخدم متغير من النوع بولين، قيمة منطقية ترو أو فولس. ناتج التعبير أو العملية الحسابية اللي موجودة قدامنا في أولويات لتنفيذ العمليات الحسابية. أول حاجة بنفك الأقواس من الداخل للخارج، وبعد كده الجذر والأس، وبعد كده الضرب والقسمة، وبعد كده الجمع والطرح، كل ده طبعا من الشمال لليمين. فعندنا أقواس هنفك الأول الجذر، يبقى 3 أس 2، بنقول 3 أس 2، 3 × 3 = 9، هنضربها في 4 يبقى 4 × 9 = 36، هنقسمها على 6 يبقى ناتج 6، لما نطرحها من 3 يبقى ناتج 3. 4 أكمل الكود التالي لطباعة الأعداد الفردية من 1 لـ8 باستخدام جملة do while. في جملة for next بنبقى عارفين عدد مرات التكرار مسبقا، أما do while بنستخدمها لما نكون مش عارفين عدد مرات التكرار، وبتلف اللوب بتاعتنا بناء على شرط معين. في جملة for next البداية والنهاية ومقدار الزيادة بيبقوا في سطر واحد، لكن الاختلاف هنا في جملة do while إن احنا بنحط البداية قبل do while، يعني إكس هتبقى قيمة البداية بتاعتها بواحد اللي هي من 1 لـ8، اما في الجملة الشرطية بنحط قيمة النهاية، يبقى دو وايل نفس طالما الاكس ديت اقل من او يساوي 8. امال الزيادة تتحط فين؟ الزيادة تتحط قبل اللوب، يعني بعد ما ينفذ الكود ده
هو بدأ بواحد ويفضل شغال طول ما الاكس دي اقل من 8، هيعمل ايه؟ هيطبع قيمة الاكس اللي هي 1، بعد كده 3، 5، 7، يعني معنى كده بيطبع الاعداد الفردية، يعني كل مرة بزود 2. طب فين مقدار الزيادة؟ بنحطها قبل اللوب، يعني هنقول له الاكس هنا بتساوي الاكس زائد 2، لان كل مرة هنزود 2 عشان يجيب لي الاعداد الفردية، وبننهي جملة دو وايل بكلمة لوب. يبقى البداية قبل كلمة دو وايل، النهاية موجودة في الشرط بتاعي، والزيادة بتتحط قبل كلمة لوب. السؤال الثالث بيقول لك صح أو خطأ. نستخدم الوسيلة فوكس لمسح محتويات الأداة تكست بوكس. أداة التكست بوكس بتمسح بطريقتين، يا إما أقول له تكست بوكس 1 دوت تكست بتساوي 2 كوتيشن فاضيين، يا إما أقول له تكست بوكس 1 دوت كلير. أما الوسيلة الفوكس دي بنستخدمها في نقل المؤشر للأداة تكست بوكس، يعني بننقل التركيز للأداة تكست بوكس. يبقى السؤال الأول إجابته غلط. عند عدم كتابة ستيب في جملة فور نيكست يكون مقدار الزيادة الافتراضية صفر. الكلام ده طبعا كلام مش مظبوط، لأن مقدار الزيادة الافتراضي 1. أما لو مقدار الزيادة صفر فالحركة التكرارية هتشتغل إلى ما لا نهاية، لأنه هيفضل على قيمة البداية ومش هيوصل عمره لقيمة النهاية. يبقى الإجابة برضه غلط. السؤال الثالث، يمكن أن يبدأ اسم المتغير بحرف أو بكادي أو رقم. طبعا الكلام ده كلام مش مظبوط، لأن الشروط الأساسية في تسمية المتغيرات والثوابت أن يبدأ بحرف أو أندرسكور. مسموح لك بس باستخدام الحروف والأرقام والأندرسكور، بس ما يبدأش برقم، وما يكونش اسم المتغير أو الثابت يحتوي على مسافات، وما يكونش فيه سبيشال كاركتر أو رموز خاصة زي علامة الاستفهام أو التعجب وإلى آخره، وما يكونش كمان من الكلمات المحجوزة زي كلمات الخصائص أو الأدوات الداتا تايبس اللي هي أنواع البيانات. فبالتالي فالسؤال الثالث برضو غلط. استخدم جملة select case عند وجود أكثر من احتمالين واختبار أكثر من تعبير شرطي. الجملة دي اللي صح، لأن احنا بنستخدم 3 جمل في التفرع، if then وليت فيها اختيار واحد فقط، أما if then else فيها اختيارين، ولو أكثر من اختيارين بنستخدم جملة select case، بنختبر متغير واحد صحيح لكن بيبقى عندنا أكثر من تعبير شرطي. في المسألة اللي قدامنا محتاجة شوية تركيز، بس أنا أعرفك طريقة إزاي تحل المسائل اللي بتقابلك من النوع ده بطرق بسيطة جدا وسهلة وما تعرضكش للأخطاء. هنا بيطلب منك، بيقول لك إن أنا حجزت 3 متغيرات، حجزت المتغير الأول A و B و C as single، يعني مسموح إن احنا نحط فيها كسور. بعد كده قال لك هناخد القيمة المبدئية للمتغير B برقم 1، هنعمل حلقة تكرارية 4A من 1 لغاية 8 كل مرة هنزود 3. فعلشان تحل مسألة زي دي هتطلع بس القيم في جنب كده بره في أي هامش موجود عندك في كراسة الإجابة، وتقول له A و B و C. القيمة المبدئية بتاعتهم يا جماعة لو احنا ما حطلناهمش قيمة بتبقى بصفر، لكن هو هنا قالك الـ B بتساوي 1، يبقى هنحط أول قيمة مبدئية عندنا للـ B بـ1. 4A من 1 ل 8 كل مرة يزود 3، يبقى يعني مرة بـ1 وبعد كده بـ4 وبعد كده بـ7، فهيلف 3 لفات. فهنحط قيم الدورات بتاعت الـ A ورا بعضها كده الأول، هنقول له A مرة بـ1 ومرة هتبقى بـ4 ومرة هتبقى بـ7. طيب كل لفة منهم هينفذ الكود اللي موجود قدامنا. هنيجي في اللفة الأولانية لما كانت قيمة الـ A بـ1، قالك هتساوي البي بتساوي البي زائد الاي، البي قيمتها بـ1 والاي بـ1، يبقى البي زائد الاي هتبقى بـ2، يبقى القيمة الحالية للبي أصبحت بـ2. وفي اللفة التانية هيجمع برضو البي على الاي هتبقى بـ6، وفي اللفة التالتة هيجمع 6 على 7 هتبقى بـ13. يبقى آخر قيمة دلوقتي موجودة معانا للبي هي بـ13. الاي كده خلص الحلقة التكرارية بتاعته، وبالتالي عايز يخرج من نيكست. المشكلة ان في النكست هنا بتعمل حاجة الاول قبل ما بتخرج، هي المفروض بتزود وبعد كده بتقارن، فبتزود بمقدار الزيادة. لما وصل لـ7 قام زوده الاول بـ3 فبقى بـ10، فلما لقاه اكبر من قيمة النهاية فبدأ يخرج، بس كده كده كانت زودت خلاص قيمة الاي بـ3 فاصبحت بـ10. يبقى قيمة الاي موجودة معانا بـ10 بس ما طبعاش الكود. يبقى عدد حركات تكرارية للاي 1 2 3، لكن آخر قيمة تسجلت فيه اللي هي الـ10 اللي هي خرجته بره اللوب. يبقى عندي قيمة الـ B حاليا بـ13 وقيمة الـ A بـ10. نيجي بقى للجملة الشرطية بتاعت if then. فهنا بيقول لك
اف اي اقل من بي، فعلا الاي ب10 والبي ب13 يبقى الاي اقل من بي، يبقى التعبير الشرط ده الناتج بتاعه ترو. وطالما ناتج التعبير الشرط ترو يبقى هينفذ للكود اللي هيبقى بعد زن، والكود بيقول ان سي بتساوي سي زائد 3. طيب هي سي اصلا بكام؟ ما قالش سي بكام، وطالما اعلن عنها وما ادلهاش قيمه يبقى قيمتها المبدئيه بصفر، ولما زودها ب3 يبقى 0 زائد 3 يبقى قيمته ب3. وبالتالي يبقى ناتج قيمة A بتساوي 10 و B بتساوي 13 و C بتساوي 3. يبقى كده خلصنا محافظة الدقهلية، وانتظرونا في المحافظات الجاية إن شاء الله بتشجيعكم ومتابعتكم للقناة، هيشجعنا نعمل أكبر عدد ممكن من المحافظات قبل الامتحان إن شاء الله، وبالتوفيق لأبنائنا الطلاب جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.